تعرفون الفيل اللي انقرض من عشرات الآلاف من السنين؟ هذا قرنة وحقيقي يبي تأكد من ثبات سلاح دائم تورثه لأحفاد أحفاد أحفادك. تدري أن مستوى الدقة هذا أقل من سماكة الأورقة؟ هلا والله ومرحبا. هلا والله وغلا أمام المتحف، أمام الإبداع، أمام النحاتين، أمام الرسامين، أمام غرف العمليات. هذا مو مصنع أسلحة، هذا مكان خاص لصناع الفن. نايت هوك شركة تخصصت وتميزت وأصبحت الأفضل في تصنيع مسدسات الـ 1911، المسدسات الحديد، المسدسات الدقيقة، المسدسات القوية. تميزت طبعاً مسدسات الـ 1911 لا يمكن أن تكون جيدة إلا أن تكون صنع يدوي دقيق. نايت هوك هذه الشركة الأمريكية العريقة اللي كتب عنها الكثير من المقالات، اللي خذت الكثير من الجوائز، اتخذت لنفسها شعار One Gun One Gunsmith، لكل سلاح صانع واحد بأدواته الدقيقة وبأدوات النحت الصغيرة، أشياء ما تتخيلها، فيتنج وتطابق في الأجزاء ما تدخل الورقة بينه. كل هذا علشان يعطيك سلاح دائم تورثه لأحفاد أحفاد أحفادك، دقيق الإصابة، عالي الجودة، سلس، سلاسة، كأنك ماسك حرير. تبي تشوف إبداعات الشركة، تبي تشوف موادهم، خليك معي في هالمقطع، وتبي تتعرف شلون تحصل على مسدس من هالمسدسات. تبي نروح نشوف الفولت، عندهم شيء يسمونه الفولت، الفولت اللي هو الخزنة أو خزنة الذهب، عندهم فولت لإبداعاتهم. خل نروح وندخل الفولت. هذه هي الخزنة، هذه هي خزنة نايت هوك كاستومز، وان جن وان جن سميث. هذه هي الفولت، الفولت. يا سلام يا سلام يا سلام، ثانكس يا يلا الجنة. شف 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 الزين. أبمشي معكم واحد واحد، لكن الخرافة والإبداع والزين حاطينه هنا في طاولة الاجتماعات هذه. لكن تتخيل الماموث، الأخشاب النادرة، طبعا وش الماموث؟ أبوريك إياه بعد شوي. الجوائز اللي هناك، كل هذا وأكثر. تبي تشوفه معي حبة حبة في خزنة نايت هوك في الفولت. تخيل إذا دخلت الفولت والخزنة، وش يستقبلك؟ يستقبلك هذا الدمشقي الرائع من 1911، لكن 10 ملي. طب خليني بقول لك وش مشكلة 1911. 1911 هو أعظم وأفضل مسدس صنع حتى الآن ولا نقاش، لكن في مشكلة عويصة، أنه لازم ينصنع باليد ولازم ينصنع بدقة. ليش؟ هو مجموعة من الأجزاء الحديدية المعدنية، لو صار فيها خلخلة فضاوة يبدأ يحك في بعض ويتآكل. طيب لو صار فيها ضيق زايد ما عاد يصير سلس مثل الجميل الدمشقي هذا. ضبط لي تكفى الفوكس، ولا تدري اقلب الكاميرا وخلني أشوفه تمام. كل هذا وأكثر أبوريك إياها الحين، وبوريك وشون يصنعونه بأدوات تتعجب صغرها، شيء ولا في الخيال. لكل قطعة من هالقطاع تاريخ وقصة وكاتبين اسمها فوق. وش سالفتها؟ إما تعاونات مع شركات، وإما طلبات خاصة من عملاء كبار. شلون طلبات خاصة؟ أنت اسم الشركة نايت هوك كاستوم، كلمة كاستوم تعني أن لك لحالك، ما تلقى عند أحد ثاني. كاستوم، تختار اللي أنت تبي، تختار المواصفات اللي تبغى. تجي طبعا هم كاتبين لك هنا كل واحدة وقصتها، وادري انكم ما فيكم صبر عشان تعرفون قصص الناس، لكن ناظر الاطلاء اللي موجود على المسدس هذا. لاحظ ال 2011 او الدبل ماج هذا اللي يشيل رصاص اكثر، مختلف عن 1911 العادي. هذا 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 هذا, هذا الترند القادم، هذا الابداع، هذا الشيء الخرافي. طبعا حتى انهم قد اشتغلوا في البنادق لكن وقفوا شغلهم في البنادق. شوف شلون تلقاهم في مجلات، شفت مجلات الأشياء الغالية؟ يعني مثلا هذه اكسبلور ذا الأشياء الخرافية اللي مرت خلال 100 سنة. تبي سيارات فاخرة، تبي ريزورتات فاخرة، تبي يخوت، تلقاها في المجلات. وإذا بغيت مسدسات تلقاها معها. تعرفون البراونينج الهاي باور؟ من ما يعرف الهاي باور؟ أكثر سلاح انتشر. تعاونت البراونينج
مع النايت هوك لإصدار هذه التحفة الفنية من الهاي باور. طبعا ما يباع ولا ينتج، هذا بس للتمنظر لحرق القلوب. شوف شلون منحوت من فوق، بقلب الحين أوريك، نعطيك إياه في البيرون. يا الله، هذا الهاي باور اللي داخل. لكن تدري ما بعد وريتك الهبال الحين، خلني أسحب كرسي وأجلس ووريك الهبال اللي ما تتخيل أنه موجود في عالم الأسلحة. يلا حبة حبة. آه ها 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 يا أخي، أنا ما بيطلع من هنا. تشوف هذا، تشوف الذهب، تشوف النقش. طبعا هذا ذهب، هذا ذهب، هذا ماموث. تعرفون الفيل اللي انقرض من عشرات الآلاف من السنين؟ هذا قرنه وحقيقي وطبيعي وطبيعي. هذا 1911 لكن من عالم آخر. هذا شيء خرافي. هذا الذكرى 15 للشركة. يا الله، تبي تشوف واحد ثاني؟ شوف هذا، شوف التفنيش الأنتيك اللي محطوط هنا، شوف الماموث. شيء 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 شيء. شوف نرجع، شوف الهاي باور، شوف الهاي باور الثاني اللي محطوط فيه ذهب وخشب فاخر. وشوف شوف التعتيق اللي محطوط تحت. يا ربه يا اخي، لو ان ذا كان عبيت مخابيه وجيت قلت والله ما هذا. شوف النقش والميرور فينش، عظم الزرافه، او اعتقد ماموث هذا او عظم زرافه، ما ادري والله. شوف الابداع، نايت هوك كاستمز. طيب وش بعد؟ خلاص وجعت قلوبكم؟ لا، باقي واجد. عندهم أشياء مميزة على كامل الطاولة هنا، لكن خلني أوريك الخام الماموث. شفتوا هذا؟ هذا خام الماموث العاج. هذه قطعة عاج استخرجت من سيبيريا وثلوج سيبيريا، تستخدم في المقابض. كسرناها، الله يعيد، إن شاء الله ما ينتبهون. أو هذا سن، شفتوا هذا؟ هذا سن الماموث، نفس الشيء، حفورة قديمة تأخذ وتثبت وتقصقص وتحول إلى مقابض فاخرة وفاخرة جدا. أنا ما شفت من المسدسات اللي حاطينها الآن ماموث، لكن شوف هذا، شوف النقش. أنا ما أدري، ببتل أوريكم من الأشياء الخرافية. تشوف، لكن تدري شو المسدس اللي أنا بيه؟ أوريك المسدس اللي أنا بيه. شوف المسدس اللي أنا بيه، أنا بيه هذا، هذا المسدس اللي أنا بيه. تشوف الكامب، شو شي ولا شيء، سيستم كامل. هذا دبل ستاك ماجازين يشيل 17 طلقة، وكومبنسيتر لفوق يختفي في ارتداد، ونعومة حريرية غير شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. يا رجل أنا بشتري هذا، لا تكلمني، حليته خلاص. ويجي من هلوان ثانية بس عاد. تبي تشوف شلون نايت هوك تصل لهالمستوى من التصنيع؟ نبي ندخل للمصنع الحين، أو خلنا نقول معمل الفنانين ومحطات تصنيعهم لهذه القطع الفنية، وتبي تشوف العجب العجاب. أنا وريتكم قبل شلون التصنيع في الماس برودكشن والشغل، لا، أو التصنيع بالكميات، أبريكم شغل الفن الحين. روح، يلا روح. بعد ما يخلص الصانع تصنيع سلاحه بالكامل، لا مو بالكامل، باقي الطلاء وباقي بعض التشطيبات، يتأكد من عملية السلاح حتى ما بتركب له نياشين، يجي هنا الصانع بنفسه ويرميبه ويتأكد من مكان خروج الفارغ، يتأكد من سلاسة حركة الأجزاء، يتأكد من حركة الأزرار وتناسقها ودقتها بشكل كامل، تأكد من الشغل كامل تمام، فككه من جديد، حطه في شنطته وداها لقسم الجودة لشيء يكون وراه. قسم الجودة يروحون عادي إذا يحتاج طلاء، إذا يحتاج اكسسوارات، يحتاج أي شيء يركبونها عليه، ثم بعد الطلاء ويخلصون يرجعون يرمونه مرة ثانية ويصفرون النياشين ويرجعون يغلفون عادة التغليف النهائي. فلذلك في أكثر من عملية اختبار للرماية وأكثر من عملية تشيك جودة لحركة الأجزاء ودقتها. نشوف التجربة. لاحظ المسدس خالي من نياشين، ما بعد خلص تشطيبات اللي عليه، ما زال في بعض الخشونة، لكن قبل ما يتعمق في الشغل، شوف حتى الليزر ما بعد نظف، قبل ما يتعمق في الشغل لازم يختبر اختبار العملية، يتأكد فقط من دخول
الرصاصة. Then I'm gonna fire the one round without the magazine in, see where the round goes without to make sure. رمى بدون المشط وبيتأكد وين راح الفارغ. طبعا بناء عليه يعدل ويشتغل ويزبط. نظر عينه وانت تروح. يبي يتأكد من ثبات. خروج. خروج الفارغ. هذا متفجر هولو بوينت. يجربونه بأكثر من نوع رصاص عادي ومتفجر. يتأكد من الآثار اللي على الرصاصة عشان يعرف أداء مسدس. ودخلنا متحف الفن، معمل الفنانين، مدرسة الفنون. هذه ستيشنات، كل ستيشن فيها صانع واحد، معداتها الحالة، أغراضها الحالة، يصنع المسدس من وإلى، وإذا خلص يوقع اسمه داخل المسدس علشان يعرف من صنعه وشلون صنعه، وبكامل المسؤولية على هالصانع. ما يجي ينطر على واحد ثاني يقول ما ضبطه ما ولا مسدسك من وإلى طلع بيدك. هنشوف ستيشنز واحدة واحدة، نبي نشوف أدواتهم وتفاصيل شغلهم. ما عندهم إلا 30 عامل فقط يصنعون المسدسات، لذلك وأقولها وأعيدها أكثر من مرة، تراك تحتاج سنتين علشان تشتري مسدس من نايت هوك كاستمز. سنتين انتظار علشان تطلب الطلبية. وتبون الدليل؟ أنا بوريكم الحين وش شفت. هذه طلبات العملاء جاهزة. لو تشوف التواريخ تبي تصدم، تواريخ متى طلبوا. أنا شفت واحدة من الفواتير أبى أطلعها بس عاد بخفي الدنيا. أيوه شوف، هذا طالب في تاريخ أكتوبر، ما أدري أكتوبر، المهم 2021، طالب في 2021، وشفت واحد طالب في 1/1/2021، يعني 3 سنوات علشان تصل إلى الصانع بس، ويبدأ تصنيع الكاستم، خياراته اللي يبي هو، أشياءه اللي يبي هو، ألوانه اللي يبي هو. لذلك هي مثل ساعات رولكس اللي فيها ويتنج ليست، باتيك فيليب، شغل الفخامة هذا. تبي تشتريه اليوم؟ يدبل سعره شوي. شغل يدوي في النحت علشان يصلح الزاوية الصغيرة اللي بوريك إياها بعد شوي، علشان تشوف التنعيم، شفت الزوايا اللي تجي حادة في الحديد؟ هذا يشيلها بدقة وجمالية. الحين أوريك شكلها، شوف شو يسوي. ترى يصنع الحافة الصغيرة اللي أنت ما تلقي لها بال، لكن ناظر الشغل الدقيق اليدوي اللي صلحه. أنا بوريك الحافة الدقيقة شو تصير. وش كان قاعد يسوي تو؟ قاعد يسوي الزاوية الصغيرة هذه علشان يضبطها لك، يسوي لك الحافة الصغيرة هذه. تشوف اللي في الحافة هذه، هذه ما تسوي بمكينة، تسوي بيدوي. هنا 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 شوف التفاصيل هذه، ما يسويها بمكينة، يسويها يدوي. ثم شفت المجاري هذه اللي من داخل، يشتغلها أيضا يدوي بأدوات دقيقة عجيبة. يعني شوف العدة كأنك عند دكتور أسنان، شوف العدة الصغيرة، شوف هذا، شوف هذه اللي كأنها أقلام. هذه من أغرب الأدوات، هذه سيور صنفرة، هذه من أغرب الأدوات اللي يستخدمون. هذه سيور صنفرة مثل الأقلام يشتغلون بها للتفنيش، وعندهم درجات لكل لون درجة. وشوف السيور فوق موجودة، شوف باقي الأدوات، شوف المبارد وأشكالها، شوف المبارد الصغيرة هذه علشان تتراكب الأجزاء على بعض. شوف الشرشرة اللي موجودة في الخلف، هذه ترى مشتغلها بيده، ولو أخطأ ولا غلط ولا راح يمين واليسار ضاع شغله كامل. تخيل يستغرق العمل على مسدس واحد 25 ساعة عمل، بدءا من استلام الصانع للقطع الأساسية. فمو 25 ساعة عمل من الصفر، لا في زود يمكن حول 5 ساعات. 25 ساعة عمل يشتغل على مسدس واحد، شغل يدوي دقيق. حتروح عند دكتور أسنان يشتغل عليك نص ساعة ويلزقك ب2000 ريال. هذا 25 ساعة عمل، قطعة تبقى معك، أكيد سنك بيبقى معك بس عادي. يلا طبعا لو تلاحظ هذا مشتغل مكتوب عليه زيادة انجريفنج، كتابة بالليزر، يقدر الواحد يطلب اللي يبيه. وهذا يشتغل يدوي. شوف هذا الصانع الثاني، هذا الصانع الأول، الصانع الثاني، كل واحد لعدته وأغراضه. من أهم الأشغال تركيبة السبطانة، لازم يسوي لها فيتنج للسبطانة. ما تقدر تأخذ أي سبطانة وتركبها، لا
لازم السبطانة تتوالف وتتراكب بدقة. ما شوف شلون؟ شفت ما ضبطت، ها يبي يعدل عليها. عدل الله يرحم والديك، مش كلمة اي عدل خلاص. شفت قايل لكم يبي لها تعديل. تجي المحطات الثانية، كل واحد مشغول في قطعة وشغلة بالدقة. مركزين على توني 11 هو الهبة. الشيخ جالس يختبر مسدسه ويتأكد من هذا، مخلص مسدس كامل، يبي يروح بعد شوي يختبره ويبي يتأكد ان كل الاشياء والاجزاء شغالة بشكل تمام، ثم يرجع يفنشه. انا كنت كلمت لكم عن الدقة وأهمية الدقة وأهمية تطابق الاجزاء، يعني الحديدة ما تكون بعيدة عن الحديدة الثانية عشان ما تكون في خلخلة. طيب تدري ان مستوى الدقة هذا اقل من سماكة الورقة؟ الحين بيورينا كم سماكة الورقة وبيورينا الدقة اللي شغال عليها. يبدأ بالقطعة، شوف ما تتداخل، شوف شلون ما تتداخل، يا فورست حاول فيه ما يقدر. طيب هذه القطعة اول ما تجي، بعد ما يخلص يبي يشتغل على سماحية اقل من سماحية الورقة او تولرانس اقل من تولرانس الورقة. كم جاء؟ يلا شفتوه، ثلاثة ثلاثة من how much is it؟ 3-4000. اوكي 3 على 1000 من الانش. اوكي سو واتس ذا تولرانس يو ار وركينج اون؟ وي ار وركينج ان 3-4000 اند ذن اون ذس سلايد ذا فريم فيت رايت هير يو كان سي هاو ذاتس جست سموث نايس اند ايزي. بعد ما خلص الشغل شوف النعومه ولا في اي رقله، شوف شلون ما في فضاوه وينزلق بسلاسه. هل تنسي؟ واو نو اويل ان ات؟ فيري ليتل. اوكي واو. Read me out. هذه القطعة اللي يستخدمها للقياس. 1 That's going to be like 118, 119, 119,000. And I'll do that 3 times. يقيس السمكة. هذا اللي يعطيك السمكة اللي داخل. شوفها. يبي يعرف السمكة اللي من داخل في 3 أماكن علشان يطابقها مع المجرى اللي موجود هنا. هنا تلقى السلاسة. ويقيس الخارجي بالميكروميتر هذا. شوف شلون القياس؟ ترى الميكروميتر ذا غالي مره للقياس. كثير من الناس ما ادري شو تقول، يا اخي ما ادري شو تقول يا ابو مساعد، ابى اوريك الان بصوره واضحه وشلون تقارن بين مسدس فتد ويل ركب بتركيب دقيق والمسدسات الثانيه، قارن بالمسدس اللي عندك ونظر السماحيات اللي موجوده فيه. شوف الحين معي، شوف المسدس هذا ترى مركب، شوف الدائره هذه والدرج هذا وكامل التفاصيل، شوف شلون متطابقه على بعض تطابق كان ما كانها قطعه واحده بس مرسوم عليها. شوف شلون هذه، شوف شلون السماحيه، هذا هو مستوى الدقه اللي انا اتكلم عنه. هنا فيه الاكستراكتر، شوف شلون مستوى الدقة، ما في صفر، ما تدخل الورقة بينهم. هذا هو مستوى الدقة اللي يشتغلون عليه، اللي يعطيك سلاسة أجزاء ويعطيك ثبات يخليه ما يرقل مع بعض علشان ما يخرب. فأنت أمام جودة ودقة وقطعة فن. هذه الغرفة الأولية، هذه بعد ما يخلصون من مكاين السي إن سي ومسايا مكاين السي إن سي يخزنونها هنا. طلبت شيء، خذ الفريم هذا مع السلايد هذا مع الأجزاء هذه ووداها لخوينا اللي هناك الصانع المبدع أو أحد 30 صانع المبدع، ثم بدأوا الشغل وبدأوا الفن. وخلني أرجع للفولت والخزنة علشان أشرح لك وشلون تشتري. يلا نشتري يا حبيبي. والله ادريكم تقصون قصة، لكن لحظة لحظة خليني اوريك واحدة من ابداعاتهم قبل ما اسولف لك عن طريقة الشراء. قبل ما اعلمك شلون تشتري، شوف هالقطعة الفنية لعائلة المالك او المؤسس، جمعوها في هذا الجميل. هذا المال، هذا المؤسس نحتوه هنا، وهذه مزرعتهم والابقار والخيل، ثم تجي هنا لأخوه وأخته والعائلة كاملة منحوتين على هذه القطعة الفنية الجميلة. وش تبي يا سين؟ عاد تدري
في كثير من الصور في النت أجمل وأحسن من هذه بكثير، لكن هذا الحاصل قدامنا في معرض شت شو يبيجي بعد أيام، فلذلك عزلوا وشالوا كثير من الأجزاء. شوف هذه، شوف هذه مطعم الذهب من داخل، هنا هذا ذهب. This is gold, right? قبل ما أعلمك شلون تشتري واحد من هذه القطع الفنية الرائعة، عندنا 5 صناديق رصاص ل5 فائزين لمن يترك تعليق على المقطع، لكن لازم يكون مشترك ومسوي شير ومعطينا لايك ويحب السلاح. يلا الحين أعلمك شلون تشتري واحد من هذه القطع. هذه القطع ستكون متوفرة في شهر 8 أو أغسطس في معرض الصيد والصقور السعودي. حلوين، عندهم 12 قطعة جايبينها، هذا اللي كل اللي قدروا يجيبونه. يقول طبعا هم طالبينها قبل بسنة ونص. يقول لك تبي تاخذ لك كاستمايزيشن، تبي مذهب، تبي منقوش، تبي تحط اسم قبيلتك عليه ولا اسم جدك ولا صورة خالك ولا صورة عمك، تعال وروح لهم في المعرض وقابلهم برق الرماي اللي هو راعي هذه الرحلة، واجلس معهم يعطونك التسعيرة ويعطونك التكلفة الكاملة، وانتظر سنة، طبعا باستثناء معطينك سنة، ولا العادة انها سنة ونص يجيك. طبعا حتى لو تبي شنط افخم من هذه تقدر، طبعا هذه افخم شنطة شفتها للسلاح، يعني يجيك بهذا، بهذه الشنطة المخملية الفاخرة. هذا ان بغيت النقش، ان بغيت عظم هذا الزراف، ان بغيت الماموث، الامشاط وتجميل الامشاط، شوف شلون مجملة مزينة، كل التفاصيل اللي تبغاها ممكنة تلقاها موجودة في هذا القطع. ان بغيت ايضا شركة كورث، شركة كورث هذه شركة ألمانية، هم المستوردين الوحيدين لها الحصريين، عندهم القطع وعندهم إمكانيات. ان بغيت محلات وموجودة هنا محلات وكورثات، هذه كلها بتكون متوفرة في معرض الصيد والصقور السعودي مع برق الرماي. وهذا السبب، وارجع اقول لكم هذا السبب اللي خلاني اختار برق الرماي كراعي لهذه الرحله، ليغطي جزء من تكاليف الرحله، انهم يدخلون على اماكن زي كذا. يعني انا يوم قعدت اختار يا اخي ها ما ادري ايش هذول، عندهم موردين واجد بيدخلوني على المتحف، فقلت خلاص تعالوا. مع العلم ان في شركات ثانيه عرضت مبالغ اكبر لرعايه هذه الرحله، لكن قلت لا، المحتوى اهم. فنشوفكم على خير، ولا تنسى 5 صناديق رصاص. حد قد سواها في اليوتيوب؟ 5 صناديق رصاص؟ 5 صناديق رصاص، أشوفكم على خير.